كان اسمنت الايكويجن. خلينا بس اكتب لكم اياها وبعد هيك هاي تساوي دي ماس سبستريت كونسنتريشن على كم زائد سبستريت كونسنتريشن. هاي مثال اسمنت الايكويجن اللي احنا حكينا عنها. قلنا انه انا لازم يكون في عندي سيجمويدال ولا لازم يكون هايبرفوليك؟ لازم هايبرفوليك. السيجمويدال ما بنطبق عليه. السيجمويدال شو هو؟ السيجمويدال هي السبستريت نفسها شو بتعمل؟ بتعمل اكتيفيشن للانزيم نفسه. فرح تلاقي انه بالبدايه الاكتيفيتي قليله، لما بلش يزيد عندي الكونسنتريشن السبستريت عندي يا كان بطيء الانزيم بعدين سرع. اوكي هذا السيجمويدال شيب لإله. هذا ما بنطبق على الميكان اسمنت. الميكان اسمنت لازم يكون هايبرفوليك. تمام؟ طبعا بنسمي الستريك اكتيفيتر. الستريك اللي هو شيء من برا بزيد الاكتيفيتي للانزيم. حكينا عن كيم، حكينا انه العلاقه عاده هي علاقه بين السبستريت، علاقه سبستريت كونسنتريشن مع فيلوسيتي، انيشال فيلوسيتي. متذكرين قلت لكم ايش صبايا هنا؟ مبدئيا هم من جنب بعض. انتوا الصف هذا لابس اخضر من جنب. انت اللي لابس اخضر. واللي جنبها انا غلط. اللي بالنص تقوم. ايوه غيري مكان. طبعا هاي القراءات اللي بتطلع معنا عشان يطلع عندي انا هذا الهايبرفوليك ستراكشر او الهايبرفوليك كير، هاي عباره عن نقاط واحنا بنوصلها، اوكي؟ بوصلها على الكمبيوتر، بوصلها على ايدي، على جراف بيبر، اللي بدك اياه. اللي بصير عندنا انه السبستريت كونسنتريشن علاقتها مع الفيلوسيتي، كل نقطة من هاي عبارة عن اكسبيرمنت، قلنا انه أنا بقيس تايم مع كونسنتريشن. فيا إما سبستريت كونسنتريشن بلشت بكونسنتريشن معين وبلش ينزل عندي، فباخذ الانيشيال سلوب لإله، هاي هو ال V نوت تبعه، فبطلع عندي أنا بلشت مثلا ب 0.05 مع الفيلوسيتي اللي طلعت معي، هاي أول قراءة، كونسنتريشن للسبستريت مع V نوت، تمام؟ هاي 0.05 لنفرض إنها طلعت معي 2، تمام؟ اللي بعدها تركيز أعلى، راح يطلع ينزل بمقدار أسرع، فراح يكون عندنا السلوب اكبر. اوكي السلوب اكبر، فهذا السلوب بناخذه القراءه صارت مثلا 4 والتركيز كان 0.1 انسون. بنضل نعمل هاي العمليه لحد ما يطلع معي 5 قراءات 6 قراءات نرسم منها سبستريت كونسنتريشن مع انيشيال فيلوسيتي. هاي القراءات اللي طلعت بنحطها هون بنرسم منها اللي هو الميكان اسمنت كيرف، تمام؟ هلا الخطوة اللي وراها أنا قديش عندي هاي البي ماكس، وبناء على هاي البي ماكس اللي طلعت اللي أنا مقدرها تقدير اللي ما قادر أحسب بالضبط قد إيه، هدول هاي البي ماكس هي اللي بعتمد عليها حسابي للكي إم. الكي إم عبارة عن نص البي ماكس قد إيه مقدار السبستريت كونسنتريشن، هذا اسمه الكي إم. اوكي هو عبارة عن ميكانس كونستانت وثابت لإنزيم مع سبستريت معينة. يعني مثلا لو بحكي عن لاكتيت دي هيدروجينيز، اللاكتيت دي هيدروجينيز في عندي 2 سبستريتس، في عندي البايروفيت از سبستريت وعندي كمان اللاكتيت از سبستريت. اوكي ممكن يختلط مع هاي او مع هاي، بيشتغل بالاتجاهين، بحول البايروفيت للاكتيت ولاكتيت لبايروفيت، واضح؟ فاللي بصير عندنا انه الكي ام لإله للاكتيت دي هيدروجينيز مع البايروفيت ثابته، الكي ام للاكتيت دي هيدروجينيز مع اللاكتيت ثابته كمان، له مقدار ثابت. ليه؟ لانه انا مثبت كل الاشياء الثانيه، البي اتش اوف بلاد 7.4، التمبريتشر 37 ديجري، صح ولا لا؟ المعطيات الثانيه كلها ثابته. اوكي؟ فصفى عندي الكي ام كمان مقدارها ثابت والانزيم اكتيفيتي كمان ثابتة بالجسم، ف الكي ام راح تكون ثابتة ل سبستريت مع انزيم. طيب نيجي لهاي الكي ام،
التعبير تبعها كان انه اللي بحط لي الكيان تساوي نص البي ماكس هذا بياخذ صفر كبير هالقد. شو هو الكيان؟ كيان سبستريت كونسنتريشن ات هاف في ماكس سبستريت كونسنتريشن. اوكي، طبعا شو بتعبر الكيان؟ الكيان هي بتعبر لي عن الافينيتي. لما يكون عندي الكيان قليله شو معناها؟ معناها انه انا على كونسنتريشن قليل من السبستريت حصلت في ماكس او هاف في ماكس كبير. اوكي، وصلت الهاف للفي ماكس على كونسنتريشن واطي قليل. لما يكون عندي اياه بهذا الشكل مثلا، هاي شو معناها؟ هات الافينيتي للانزايم لما تكون كم اقل الافينيتي للانزايم اعلى. تمام، العلاقة عكسية، كم اقل افينيتي اعلى، كم اعلى افينيتي اقل. تمام، طيب اذا بدنا نيجي للكم وعلاقتها بالكونسنتريشن اوف ذا انزايم. اذا انا ضاعفت الكونسنتريشن اوف ذا انزايم، وهي ركزوا عليها منيح، لانه هلا لما بنحكي عن الانهبيترز، في انهبيترز ممكن تخفض لي الكونسنتريشن اوف انزايم، تخفض. ف الانهبيتر وعلاقته بالانزايم كونسنتريشن او الكم وعلاقته بالانزايم كونسنتريشن. هلا انا عندي يا سبستريت كونسنتريشن ات هاف في ماكس. لما يكون عندي تركيز الانزايم نفرض انه 10 يونتس 10 وحدات، ضاعفته ل 20 يونت، 20 يونت شو رح يصير الاكتيفيتي؟ بزيد صح؟ فبزيد، فبصير عندي كمان الفي ماكس زياده. الكي ام ارتباطه بالسبستريت حيتغير ولا لا؟ البوكيت تبعه بده زاد بس الانزايم، ما زاد عندي شيء ثاني. اوكي؟ ما تغير شيء بالشيب لإله. فاذا صار عندي 20 يونت النتيجة رح تكون انه هذا الفي ماكس زاد، وبالتالي نصه صار هون. بدي اوصل انه اوكي، فرح تلاقي انه هذا هون، هاي الفي ماكس هون، نصه وين؟ هون. نتيجة نفس الشيء. فالكم ما بتغير عندنا بتغير الكونسنتريشن للانزيم. اوكي؟ هاي بالامتحان زي اسمها الا تيجي. اوكي؟ علاقته بالافينيتي الكم، علاقته بالكونسنتريشن اوف ذا انزيم. إله دخل بالكونسنتريشن سبستريت؟ لا. قلنا ثابت لسبستريت مع الانزيم تبعها. تغيرت السبستريت، تغير الكم. يس، بتغير الكم. لا، ولا إله دخل. اوكي؟ هلا علاقته بالكونسنتريشن نيجي. علاقة الكم بالكونسنتريشن، أنا في عندي عدة أنواع من الرياكشنز ممكن إنها تصير. هلا أخذته بالكيمياء؟ ما أخذته؟ ولا ما أخذته؟ هو أخذته بس أنت بتقولوا إنكم ما أخذته، أوكي؟ أنا بقولكم، هلا في عندنا إحنا الريت أوف رياكشن، الريت أوف رياكشن، في عندي ثلاث أنواع من الرياكشن، في عندنا زيرو أوردر، وهذا ما إله دخل بالكونسنتريشن للسبستريت. الريت اوف رياكشن ثابت بغض النظر عن الكونسنتريشن. في عندي الفيرست اوردر، الريت بيعتمد على ثابت مضروب فيه السبستريت كونسنتريشن. وفي عندنا السكند اوردر بحيث انه الريت بيساوي K في S1 في S2. صح؟ اخذتوه صح؟ بلاش تعوم الصبح بقولوا ما اخذناش. لا بقول لكم اخذتوه، انا متاكده انكم اخذينه. احنا اخذناه بكيمياء 101 كان. اوكي؟ صار لي 1000 سنه مخلص كيمياء 101، بس بتذكر انه اخذناه. فالمهم
شباب خلصنا خلصنا حكي شباب طبعاً. هلأ أنا عندي الفعل بهذا الشكل، المكانس من بنتاج عندي يا هاي هون الفعل، عندي هاي هاف بي ماكس، وعندي هاي هون البي ماكس، أوكي؟ هاي الفعل بهذا الشكل. هلأ قبل الكي إم العلاقة معتمدة على السبستريت كونسنتريشن ولا لا؟ فيلوسيتي أوف ذا رياكشن. يعني كل ما زاد السبستريت كونسنتريشن بيزيد الفيلوسيتي ولا لا؟ العلاقه فيرست اوردر ولا زيرو اوردر؟ شكله فيرست اوردر. هاي هون عندي اياها زياده، كل ما زاد السبستريت كونسنتريشن بيزيد الفيلوسيتي، معناها فيرست اوردر معتمد على السبستريت كونسنتريشن. فهون في عندي اياها فيرست اوردر، اوكي. هون عمليه كومبيتيشن، اشي بالمنتصف، لا هون ولا هون. بعد الكي ام لما يثبت عندي الكونسنتريشن او الفيلوسيتي دي ماكس زيرو، هاي قد ما تزيد الكونسنتريشن للسبستريت خلص الانزيم ساتوريتد، اوكي، ما حتزيد الريت اوف رياكشن اكثر من هيك، ما بوصل. واضح؟ فشو رح يكون عندنا؟ زيرو اوردر. معناته بالبدايه فيرست اوردر وبالاخر عندي يا زيرو اوردر رياكشن. فا قبل الكي ام فيرست اوردر، بعد الكي ام زيرو اوردر. اذا انا خفضت الكونسنتريشن للانزيم للنص شو النتيجه؟ اذا خفضت الانزيم كونسنتريشن للنص شو بصير؟ الكي ام ولا شيء، للبي ماكس تنقص النص. يس. فنيجي للينيرايزيشن. انا حطيت لكم المعادله، عمليه اللينيرايزيشن سهله بس الشقاق بسيط، بتعرفوا لكم شويه الرياضيات اموركم طيبه. اذا بالرياضيات ضعاف اموركم مش كثير طيبه، اوكي، لانه هذا كله شغل رياضيات، وهي اساس للفارماكوكاينتكس لما احنا بنحكي عن فيرست اوردر وزيرو اوردر وكيف بدها احسن الهاف لايف للدواء بالجسم، والقصة هاي كلياتها لازم تكون فاهم الانزيمز كيف شغالة، اوكي، لانه احنا عمليات الميتابوليزم كلها شغالة بايش؟ انزيمز، صح؟ فالسبستريت تبعها هو الدواء اللي احنا بنشتغل عليه. طيب هلا لما يكون عندي انا عملية الجمع بالمقام، بقدرش انا افكك البسط والمقام، صح؟ ايش لازم اعمل؟ لازم اخليها بالبسط. لما بتقلب هاي الجهه شو لازم اعمل كمان هون؟ كمان هاي لازم اقلب. فاللي بصير عندنا انه واحد على بي نوت شو بيساوي؟ تان زائد سبستريت كونسنتريشن على بي ماكس في السبستريت كونسنتريشن، اوكي؟ هلا هاي بفككها، هاي واحد على بي نوت، هاي المتغير الاول الواي، اذا في احنا كنا نحكي سبستريت مع انيشال فيلوسيتي، انيشال فيلوسيتي هاي بتساوي كي ام على في ماكس، المتغير الثاني اللي هو واحد على السبستريت، صح؟ نفسه بس حطيت واحد على، اوكي، زائد سبستريت كونسنتريشن على في ماكس السبستريت كونسنتريشن. مع هاي شو بيطلع؟ شو المعادلة صارت؟ واحد على بي نوت على في ماكس. هاي متغيرات ولا ثوابت؟ متغيرات. كم متغير؟ والفي ماكس تغير؟ لا متغير ثابت. لا الكونديشنز كلها ثابته، ليش الفي ماكس بيتغير؟ لا ما عملنا لينيرايزيشن عشان نحسب قديش هو ثابت، معناه لهذا الانزيم مع هاي السبستريت على هاي الكونديشن ثابت، تمام؟ مين اللي متغير عندي؟ سبستريت كونسنتريشن، اوكي، زائد ايش؟ واحد على فيما،
تمام؟ هلا هاي عبارة عن y تساوي ax زائد b، صح ولا لا؟ معناته معادلة خط مستقيم. معناته إذا هاي الداتا أنا واحد على x مع واحد على v دخلتهم من x شيك، دخلتهم ال الحاسبة تبعتي، أوكي ساينتفك، بسهولة بطلع المعادلة تبعته، أوكي؟ إذا عطيتكم بالامتحان المعادلة تقدر تحزر الـ A اللي هو مرافق للـ X شو قيمته، والمرافق الـ B شو هو، أوكي؟ تقدر تحدد مين الـ V max، طلع V max من المعادلة، طيب لو قلت لك إنه Y بتساوي 0.224 x زائد 0.022 قديش ال في ماكس؟ واحد على في ماكس يساوي 0.022 تمام؟ هاي ايش؟ هاي في ماكس. الثاني اللي كم؟ كم؟ درست معنا الفي ماكس، ايه معنا الفي ماكس، موجوده معنا هاي الاثنين البوينت 2 بالضبط. هلا عندي الفي ماكس كقيمه، عندي هاي القيمه تساوي ايش؟ كم على في ماكس؟ والفي ماكس انا طلعتها من هون، معناته شو بعمل؟ بسوي الفي ماكس اللي طلعت ضرب هذا الرقم بيطلع كم؟ تمام؟ او في شيء اسهل، هاي الهنت رح اعطيكم اياه اللي هو الكي ام بتساوي السلوب على الانترسيت. يعني مين؟ يعني الاي عادي. كيف الاي عادي؟ الاي شو هي؟ كي ام على في ماكس، صح؟ كي ام على في ماكس تقسيم واحد على في ماكس. لما يكون تقسيم واحد على مش تضربها تصير ضرب ونقلبها ضرب في ماكس، تمام؟ فشو صارت؟ في ماكس مع في ماكس صفى كي ام هو السلوب على الانترسيت، تمام؟ في طريقه ثانيه كمان اعطيكم كل الطرق الممكنه لما يعطيك اياها كاز از ذيس. هلا هاي عندي انا المعادله لما تيجي عند هاي النقطة هون الكيرف بهذا الشكل، هاي قديش ال ال الاس واحد على اس؟ صفر، اوكي؟ معناته هاي تقاطع مع الواي اكسس عبارة عن الاكس اكسس صفر، لما واحد على اس صفر شو معناها هاي القيمة كلها؟ صفر، هاي كلها زين، معناته شو الواحد على بي نوت بيساوي؟ واحد على واحد على بي ماكس. لو قلت لك انه هاي القراءة هاي 10 20 هاي 20، اوكي؟ شو معنى هاي الفي ماكس تساوي؟ واحد على الأربعين، كم؟ واحد على الأربعين، كيف؟ وين جبت الأربعين؟ هاي 20، هاي تساوي واحد على الفي ماكس، قديش الفي ماكس؟ 21، واحد على 20، اوكي؟ معناها 0.5% أو 5، اوكي؟ هاي الفي ماكس تبعته سهل، يس. طيب نيجي للكام، الكام كيف بدي اعرف ايش القراءه تبعتها؟ الكام بقول لك انها ناقص واحد على كام هي التقاطع مع الاكس اكسس، يعني قديش الواي؟ الواي صفر. فاذا كانت هاي زيرو تساوي كام على في ماكس اكس زائد واحد على بيناس، اوكي؟ هلا شو الحل؟ لونها ناقص واحد على بيناس يساوي كم على بيناس فيكس من واحد على صفر ستين، قديش الاكس؟ على بيناس، اوكي؟ شو صارت القيمة؟ سالب واحد. سالب واحد على في ماكس ضرب في ماكس على كام، صح؟ معناته الواحد
تقاطع مع الاكس اكسس. تقاطع مع الواي اكسس كان 1 على في ماكس، تقاطع مع الاكس اكسس كيف ناقص 1 على كيف. تمام. طيب اذا كانت عندي هاي القراءه، هاي 1 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 5 ليش كده؟ سالب 1 على 5. سالب 1 على 5 1 على 5 يعني 0.2. تمام؟ وصلت لهون؟ احسن تكون وصلت لانه لسه جايين لاشياء. هلا بدنا نشوف الكالكوليشنز والحسابات كلها كيف ممكن تصير. طيب ايش هي انواع الهيترز موجودة؟ الفايبر هيترز هاي هي الادوية اللي احنا بنشتغل عليها، بس كثير من الادوية اللي احنا بنعرفها هي ذا ار انزايم هيترز، انزايم هيترز. و الانهبيشن انه يا اما ال بيكون كومبيتيتيف او نون، يعني في عندي كلاسيفيكيشن تو كلاسيفيكيشنز له. الكلاسيفيكيشن الاول اللي هو ريفرسبل او ايرريفرسبل. طبعا معظم الادويه ريفرسبل، عدد قليل جدا منهم ايرريفرسبل. كيف بنفرق هذا عن هذا؟ الريفرسبل بيرتبط يا اما بنفس البوكيت او بوكيت ثانيه، بينما الايرريفرسبل الرياكشن عندي انا انزيماتيك رياكشن، اذا عملت له ديليوشن شو رح يصير للانهبيتر؟ رح ينقص النص كانهبيتر. فمعناها اذا كان على تركيز مثلا 0.1 عامل انهبيشن، لما يصير تركيزه 0.05 الانهبيشن بده يخف، اوكي بيرجع الانزيم اكتيفيتي مره ثانيه بترجع. ف الريفرسبل بنعرفه من ديليوشن للانزيم رياكشن، اذا رجع ال الاكتيفيتي معناها ريفرسبل، اذا ما رجعت الاكتيفيتي ريفرسبل. طبعا الريفرسبل في عندنا اكزامبلز قليله كثير عليها. في عندنا على الاسيتايلكولين استريز انزيم، بعض الادويه بس ما نستخدمها سيستماتيك، نستخدمها توبيكال. اوكي طبعا سيستماتيك بتقضي على البني ادم يعني قاتل، اوكي توكسيك فيري توكسيك، بتنعطى بالتوبيكال على العين. في عنا اكزامبل الشهير عليها اللي هو الاسبرين. طبعا الاسبرين شو بيعمل؟ مميع للدم. امتى لازم الواحد يوقفه عشان يعمل عمليه جراحيه؟ قبل باسبوع. ليش قبل باسبوع؟ لانه تاثيره مطول، تاثيره irreversible، بيرتبط مع الكوكس انزيم وخلص ما بفك عنه. فانا نصنع واحد جديد بداله، نعمل تيرن اوفر للانزيم، يروح الانزيم ديجريديشن يصير له، يصنع انزيم جديد، ساعتها برجع الاكتيفيتي مره ثانيه. ف الريفرسبل انهبيتر، وزي ما قلت لكم لازم يتوقف قبل بوقت طويل حتى انه يرجع الجسم يصنع انزيم جديد. الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف، في عندنا واحد ثالث اللي هو الان كومبيتيتيف. هذول في عليهم كثير كمان اكزامبلز. الكومبيتيتيف كبدايه هذا بيكون عندي الانهبيشن او الانهبيتر، انا عندي هذا الانزيم بهذا الشكل، هاي بوكيت اوف ذا انزيم، سبستريت هون بترتبط، اوكي والانهبيتر كمان هون. شو بيعملوا الاثنين؟ تنافس على نفس المكان، بايندين سايت نفسه. شو رح يصير للكي ام اوف سبستريت؟ كي ام بتقل ولا بتزيد؟ كي ام افينيتي. طيب افينيتي بتقل، افينيتي بتقل، والكي ام بتقل. لا بزيد بزيد زي ما
بتأثير على دخلتكم؟ سرعة الدخول بتكون بتتأثر ولا لا؟ طب لو انكم اثنين أسرع صح؟ طيب معناته كل ما أنا حطيت إنهبيتر حدا يضايق عليكم من دفعات ثانية من شعب ثانية أنتوا رح تتضرروا أكيد. فطيب لو الإنهبيتر هاد عددهم هدول اللي بيتنافسوا معكم ثلاثة وأنتوا كنتوا ثلاثة تتضرروا؟ الفوتو لا كيف؟ يعني نتضرر شوي. كم واحد بيقدر يفوت من الباب؟ واحد ولا اثنين؟ بطلتوا ثلاثة صرتوا ستة انت. واحد من هون واحد من هون. يعني الريت اوف انترانس رح يتضرر صح؟ بقل شوي. طيب استني هيو قل. هالثلاثة هدول بعدهم ثلاثة وانتوا صرتوا 100 بدكم تفوتوا على القاعة. نغلب عليهم نفوت احنا. تغلبوا عليهم كلهم ولا كأنهم موجودين هم. هاي مين؟ لما يكون العملية كومبيتيشن. واضح؟ طيب المشكلة بين النون كومبيتيتيف، النون كومبيتيتيف هلا بحكي عنه، بس خلينا نكمل هاي القصة. أول إشي لما يصير عددكم كثير كبير بطلوا هدول لهم تأثير، فالماكسيموم فيلوسيتي رح توصلوها بالآخر رح توصلوها زي لما كنتوا لحالكم. تمام؟ فالكام كأفينيتي كام بتزيد الأفينيتي بتقل لأنه احنا بنعمل كومبيتيشن على نفس الباب. تمام؟ طيب شو في عندنا اكزامبلز عليها؟ هاي اكزامبل عليها هو ستاتنز. ستاتنز مسؤولة عن انهبيشن للكوليسترول سينثيسز اتش ام جي كو اي ريدكتيز انزيم. يس فالاتش ام جي كو اي ريدكتيز هذا انزيم اللي هو الكي انزيم بعملية تصنيع الكوليسترول. لما الكوليسترول يكون عالي بالدم احنا في عندنا مصدرين له، مصدر الاكل ومصدر عمليه التصنيع تبعنا. فشو بنعمل؟ بنخففه بالاكل وكمان بنقلل تصنيعه داخل الجسم وهيك بنحصل لو كونسنتريشن للكوليسترول. طب ومن وين اصنع الهرمونات واصنع الكوليسترول؟ ايه شو؟ لو نجيب؟ قالت من تريجلسيرايد. ايه؟ قالت تريجلسيرايد بصنعش استركتشر مختلف تماما. من الدم؟ انا شو بدي اعمل؟ ما بدي اخفضه من الدم اصلا. كل الفكره بدي اخفضه من الدم. فبدي الجسم يجبر انه يروح على الدم ويجيب عندنا كوليسترول من هناك ويصنع الاشياء. تمام؟ فهذا واحد من الكومبيتيتيف انهبيترز. الكومبيتيتيف انهبيترز الفي ماكس على الدقيق رح نوصل صح؟ كيف؟ زائد. طيب لما يكون عندي اياه هون هاي الرسمه كيف بدهم يميزوا؟ اي اللي مع انهبيتر واي اللي مع بدون انهبيتر؟ يعني which is with which is without ايه ولا بي؟ هلا من الفي ماكس ما بعرفش اميز من ايه نفس الفي ماكس صح؟ فهدول واحد على الفي ماكس نفس هاي الرسمة بميز انه هذا كومبيتيتيف كلين حصلوا نفس الجي ماكس هذا ان. طب نيجي للكام كام بتعرفوا انه انا ماشي هيك بالستايل اوكي فعندي مثلا هون ناقص 0.2 هاي ناقص نص تمام. طيب قديش الاولاني وقديش الثاني؟ لما تكون ناقص 0.2 ناقص واحد على كام يساوي ناقص بوينت سالب مع سالب راحت كام شو بتساوي؟ كام بتساوي واحد على بوينت بكم؟ خمسة ها؟ معناته هاي الأولانية خمسة الثانية كام شو بتساوي؟ واحد على نص نفس الفكرة واحد على نص كم؟ 2 معناته مين اللي مع الهندسة؟ كم اعلى معناها مع انهبيتر كم اقل بدون انهبيتر معناته الاحمر هو اللي مع انهبيتر والثاني اللي هو بدون تمام اللي الناقص واحد على كي ام كقيمه بالسالب اعلى هو اللي مع انهبيتر تمام. طيب نيجي للي بدون النون كومبيتيتيف. النون كومبيتيتيف
انه انا عندي الغرفة هاي القاعدة هبابين باب رئيسي وباب جانبي. اوكي؟ هلا اغلب الطلاب قاعدين يدخلوا من الباب الرئيسي وفي عندي اكثر من طالب بدخل من الباب الجانبي. شو بعملوا؟ الانزايم او الانهبيتر اللي بدنا نكون بكتير شو بعمل؟ تسبق تسبق السبستريت صح؟ لا لا ما لوش دخل بالسبستريت. هاد شو بعمل؟ بسكر هذا الباب وبسكر هذا الباب. بغير من الشيء. بغير الشيء. بربط على مكان بحيث انه بغير لي الشيء فهي بتسكر. المكان اللي كان يربط فيه سبستريت سكر. معناها هاي الغرفة في يكون عليها حدا؟ لا. هلا شو ضل عندنا؟ ضل الانزيمات الثانية، المونيتورز الثانية اللي ضلت شغالة. واضح؟ يعني بس اللي زي هيك الانزيم المفكوك اللي ما في انهبيتر هذا هو اللي شغال. معناته شو كأني عملت انا؟ شو كأني عملت؟ صار يتنافس على باب واحد صح؟ لا ما في مذكر غير الشيء. انا غيرت صار يتنافس على غرف ثانيه، صار يتنافس على مولكيولز للانزيم ثاني. اوكي؟ طب خلينا اعطيك اكزامبل ثاني. انسي الغرفه والابواب والمصاصه. هلا انا في عندي هذا الانزيم وفي له اكثر من تجويف. هلا هون انا بربط عندي السبستريت، هون تجويف فاضي ما فيه شيء بالوضع العادي. هذا عامل شيء معين لإله، وبالتالي يربط السبستريت بيشتغل عليها بيحولها لبرودكت والرياكشن. هلا لما بيجي عندي الانهبيتر شو بيعمل؟ بربط هون فبغير الشيب وبسكر لي هاي البوكس. شو صار على الانزيم كونسنتريشن؟ الانزيم كونسنتريشن ناقص، لأنه بدل ما كان عندي 10 مولكيولز شغاله، بدل ما كان في 10 ابواب عندي يدخلوا من هالناس، شو صار؟ صار 4 ابواب بس او 3. اوكي؟ فالافينيتي في حدا بينافسهم على الباب؟ حدش. افينيتي ما تغيرت، بس الريت اوف انترانس معدل دخولهم الفي ماكس تبعهم اقل. واضحه؟ عرفتوا كيف الفكرة تبعته؟ هذا بيرتبط عليه سواء كان في سبستريت او ما في سبستريت وبيخرب لي لايكن سايت تبعه بطل شغال. فصار عندي كانه عدد الانزيم او الكونسنتريشن للانزيم ناقص. واضح؟ ولما ينقص الكونسنتريشن في ماكس بتنقص، لكن الكيم ما بتتاثر. الكيم ما بتتاثر، اوكي؟ الكيم ما تغيرت، هي ناقص واحد على كيم بتصير، هون بدي اعرف اي وحده لل اللي بنفس فيه أقل هو اللي معي اللي واحد على دي ماكس فيه أكثر هو اللي بيلف. واضح؟ لما يكون دي ماكس أقل معناها واحد على دي ماكس بتكون أعلى. دي ماكس أقل معناها واحد على دي ماكس أعلى. طيب في عندنا اكزامبلز عليها؟ في عندنا اكزامبلز على الانزيم انهبيترز. هلا الليد ممكن انه يرتبط على الصلف هيدريل جروب تبعت السيستين. شايفين هذا الحكي اللي بحكيه؟ لو مش دارسين امينو اسيدز مش عارف شيء عن سيستين وصلف هيدريل ما 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 راح تمشي الامور اصلا، ما راح تعرف عن ايش بحكي انا. اوكي؟ عشان هيك البايوكيمستري هي بتبني على حالها. يعني اللي اخذتوه بالاول مهم للي بالاخر. اوكي؟ مش بس مهمة للأشياء الثانية، كمان مهمة لحالها. اوكي؟ عشان تفهموا كل الماضي. طيب، هلا هاي العملية نون كومبتيتيف، شو يعني نون كومبتيتيف؟ يعني كأنه نسبة الإنزيم ناقصة. كأنه الكونسنتريشن الإنزيم قل. شو اللي بيعمله؟ طبعاً بيرتبط مع عدة بروتينز، أصعب واحد وأهم واحد فيري سنسيتيف لهي العملية، الليد احنا المفروض انه ما بناخده باكلنا، ما بناخده بس اذا كان الاشياء تسقى بالمياه المجاري، اذا كان نبع وملوث بمياه مجاري، مياه جوفية وتلوثت، هاي ممكن يكون فيها نسبة عالية من الليد. هلا الليد شو بيعمل؟
عبارة عن هيفي ميتال بدخل وصعب يطلع. إذا ارتفع الكونسنتريشن لإله على نسبة معينة في عنا بروتينات فيري سنسيتيف. الفيروكيليتيز واحد من هاي البروتينات. الفيروكيليتيز شو بيعمل؟ متذكرين الهيم جروب اللي كان فيها ايرون وبروتوبورفيرين؟ هذا بيربط الايرون مع البروتوبورفيرين داخليا هذا عشان يكون هيم، عشان يكون الهيم. هلا هاي الهيم ضروري عشان اكون هيموغلوبين، عشان اعمل ار بي سيز، عشان كثير اشياء. كونسيكونسز لها قدره على حمل الاكسجين. شو رح يصير لهذا الشخص؟ رح يصير عنده فقر دم بسبب نقص الهيم. ما فيش عندي هيم عشان اقل الانزيم. يس اوكي. ومع تراكم الليد ممكن يؤدي للوفاه بالاخر. فهي واحد ونون كومبتيتيف الانزيم اكتيفيتي بس نقصه. طيب في عندنا اشياء ثانيه، البنسلينز قولوا بيشتغلوا على سيل وول اوف ذا بكتيريا، فما في عندي انا مشكله لانه احنا ما عندنا سيل وول. فلو عندك انهيبيشن وريفرسبل وكومبتيتيف ولا هو نون كومبتيتيف، بس انه حتى شو ما كان ما عندنا مشاكل لانه الاكشن تبعها بيشتغل على شيء مش موجود عندنا هو سيل وول. في عنا الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم، هذا مرق معكم بالباثوفيزيولوجي طبعا هذا الانهبيترز له بنستخدمها كادويه للضغط، الكابتوبريل والانالوبريل لايزينوبريل، هاي كلها كادويه ضغط. بيشتغل على الايس انزيم. ايس انزيم بتعرفوا انه بتصنع باللنج وبعدين بروح للكدني. هناك لما بقل عنا ضغط الدم اللي رايح للكدني شو بتعمل؟ على طول تفرز رينين بحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، وبعدين ليس بحول انجيوتنسين 1 ل 2، وال 2 بعمل بيز كونستركشن وبروح للالدوستيرون بحفز السكريشن له، بالتالي بزيد من الووتر ريتينشن اند صوديوم ريتينشن والاكسكريشن للبوتاسيوم. تمام؟ معناها اذا انا ما عملتش ان هذا الانزيم شو النتيجه؟ لا اذا عملت انهيبيشن انجيوتنسين 2 مش رح يتصنع والضغط رح ينزل. بقل الضغط. هلا في عندنا كمان ريجوليشن الانزيم اكتيفيتي. ما في عندي انا انزيمز لاخر المحاضره. في عنا بعض الاشياء ممكن انها تعمل فيدباك انهيبيشن،
يعني تلاقي انه مثلا طاقة الخلية الATP زادت كتير عندي، خلص تعمل فيدباك انهبيشن، اوكي بتوقف لي انزيم من الانزيمز اللي بالباثوي وبتوقف العملية كلها فعل ATP. فبتلاقي انه ما في داعي انا اصنع ATP زيادة واضلني احرق بهذا السكر، خلاص بروح بخزنه او بخبيه ب شكل جلايكوجين باي شكل، بحيث انه اوقف عملية انتاج الطاقة، خلاص صار في عندي كتير منها. اوكي هلا اذا كانت نفس المركب نفس الماده السبستريت نفسها هي اللي عامله الاكتيفيشن بنسميه هوموتروبي، اذا كان عندي شيء ثاني اللي عامل الاكتيفيشن او الانهبيشن بنسميه هيتيروتروبي. اوكي ممكن يكون زي ما قلنا السبستانسز مختلفه او البرودكت اللي بنتج من عمليات الميتابوليزم. الريجليشن كمان في عندي عمليه الفوسفوريليشن، فوسفوريليشن إذا هرمون ريجيليشن، هذا الهرمون زي الإنسولين والجلوكاغون رح تشوفوهم كثير هدول بعمليات الميتابوليزم شغالين، هم اللي بزيدوا الأكتيفيتي أو بنقصوها. الفوسفوريليشن في عندي إكزامبل كثير بسيط عليها اللي هو عملية بناء أو هدم الجلايكوجين. أنا في عندي تو كي إنزيمز بالعمليتين هدول، الجلايكوجين فوسفوريليز هذا بيكسر الجلايكوجين، والجلايكوجين سينثيز من اسمه سينثيز هذا ايش بيعمل؟ بيصنع الجلايكوجين. هلا هذول الاثنين لما بيرتفع عندنا الهرمون الانسولين او الجلوكاجون بصير لهم يا اما فوسفوريليشن يا اما دي فوسفوريليشن، اوكي؟ بصير لهم يا اما فوسفوريليشن يا اما دي فوسفوريليشن. الهرمونات بتزيد اكتيفيتي مثلا الجلوكاغون بيزيد الاكتيفيتي للبروتين كارنيز، بينما الانسولين بيزيد الاكتيفيتي للفوسفاتيز كمان فبيكسر الفوسفاتيز. ماشي؟ هلا لما يكون الجلوكاغون هو الموجود شو اللي بصير؟ الجلوكاغون اللي هو انا فاضي فبصير عملية فوسفوريليشن لكل الانزيمز الموجودة اللي هو مين؟ الفوسفوريليز الجلايكوجين فوسفوريليز والجلايكوجين سينثيز كثير صار لهم فوسفوريليشن. هلا انا صايمه شو بدي؟ بدي اكسر الجلايكوجين ولا بدي اكسر؟ اكسر معناها الفوسفوريليز هو اللي بصير له اكتيفيشن، شكل الفوسفوريليشن بزيد الاكتيفيتي له، والسنتيج بتقل. واضح؟ في عندنا كمان شغله ثانيه اللي هو اندكشن اوف اكسبريشن، اندكشن اور ريبريشن اوف ذا اكسبريشن اوف بروتين. انا عندي مثلا الجلوكوز بلش يرتفع بالدم، شو بدي؟ بدي انسولين عشان اخفضه. الجلوكوز بلش ينخفض بالدم، شو بدي؟ بدي جلوكاجون عشان ارفعه. اوكي؟ فهدول الاثنين مجرد ما صار المشكله عندنا على طول بتروح الاوامر لعمليه التصنيع اندكشن، يا اما بزيد السنتسز له بالخليه او انه بعمل انهبيشن لا السنتسز، يا اما ما بدي اياه يا اما بدي اياه ويصنع من كميات. طيب ضايل 4 دقائق، سجلوا عندكم الداتا هاي، المرة الجاي ممكن انه سجلوا القراءات موجودة عندكم على المودل، موجودة عندكم على المودل، بس بدي منكم شغل سجلوا سبستريت كونسنتريشن في 3-5 3, 5, 10, 30, 90 سجلكم يا حلو. هاي سبستريت كونسنتريشن بالميلي مولر، وهاي فيلوسيتي في نوت نو انهبيتر، اوكي وهاي فيلوسيتي من في نوت وذ انهبيتر. اوكي هلا هاي 3, 5, 10, 30 و90 هاي 30 سنة. عندي 10.4 بدون انهبيتر، هون 2.1 هاي 14.5 22.5 هاي بلس بدون انهبيتر في 33.8 وفي عندي 40.5 هون في عندي 2.1 2.9
هيزولي مين مع مين كومبيتيتيف ومين نون كومبيتيتيف. اذا كان هذا كومبيتيتيف ولا نون كومبيتيتيف الانهبيتر. الكومبيتيتيف شو الخاصيه اللي فيه؟ الماكسيمم فيلوسيتي رح يوصلوا بالاخر نفس الماكسيمم فيلوسيتي تغير الكي ام. اوكي فهاد 8 ممكن توصل ال 40 لا عيد كثير بعيد معناها هذا معناته هاد نون كومبيتيتيف. في عندي خيار ثالث هو نون كومبيتيتيف. نون كومبيتيتيف بتكون لا الكي ام ولا الفي ماكس زي بعض. اوكي هلا النون كومبيتيتيف الكي ام زي الكومبيتيتيف الفي ماكس زي بعض. واضح؟ هلا شو بدكم تعملوا؟ هاي احسب الواحد على اس لنعملها لينيرايزيشن. انا عندي الداتا على الميكانيكس من شو بدي اعمل؟ بدي اعمل لاين ويفر فورك ايكويشن. فبحط واحد على اس احطهم كلهم واحد على 3 واحد على 5 واحد على 10 اوكي؟ واحد على في دون انهبيتر واحد على في مع انهبيتر. That's some two cases. So let's try concentration. مع الواحد على velocity، واحد عايش مع واحد عبي بدون، واحد عايش مع واحد عبي مع إنه. Okay؟ من المعادلة رح تطلع معي طبعاً المرة الجاي بجيبوا معقالات حاسبة عشان شوف كيف ممكن إحنا ندخل الداتا على الآلة الحاسبة. هاي اللي شغلوا فيها هون. في عنا خيار الإكسل. ممكن أنا أدخل الداتا تبعتي على الإكسل ويطلع معي هير. هذا الشيء. هاي شايفين هذا مكان اسمه. وهاي اللي هو اللاين ويفر. اوكي نقاط. بعدين بالرايت كليك بحط على واحدة من النقاط برسم الخط بيعطيني انه اذا بدك لاين بحط لاين. بعد هيك وبعد هيك بالرايت كليك كمان اذا بدك ايكويجن عليها بطلع لك الايكويجن. بدون تحطوش الانترسبت زيرو حطوا بس انه الاكويجن ويحط لك الار سكوير. الار سكوير بعطيك انديكيشن للكورليشن كوفيشنت. اوكي قديش النقاط هاي واصله على الخط. كل ما كانت كلها على الخط كل ما كان الكورليشن فاكتور اقرب للواحد. اوكي لما تقول 0.998 معناها داتا تبعتي ممتازه. اوكي 95 96 واضح. لما تكون 0.5 لا جديده هاي داتا مش واضحه. اوكي ف 0.99 هاي الكيرف اللي بيطلع معي نطلع منه كي ام مره الجايه.